وإلى السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، وتعليقا على أداء هذا أو تعليقا على الاتفاق التجاري هذه المرحلة الأولى. رائد أهلا بك. يعني اتفاق المرحلة الأولى يعني ننتظره من فترة طويلة، ننتظر فقط عملية التوقيع عليه، ولكن يعني إذا ما تحدثنا عن الأجزاء المهمة في هذا الاتفاق، ودعنا نبدأ يعني بجزء المنتجات الزراعية. يعني ستيفن مينوتشين الذي أعلن أنه لن يكون هناك إعلان عن بعض الأرقام، كان قد صرح مسبقا أن مشتريات الصين الزراعية ستكون من 40 إلى 50 مليار دولار. في نفس الوقت ننظر أن الصين لم تتجاوز ولا مرة في مشترياتها الزراعية 25 مليار دولار. ما الذي يعنيه ذلك؟ هل ستقوم الصين بشراء فقط لإرضاء الولايات المتحدة؟ تماما هذا ما سيحدث محمد. طبعا هذا الاتفاق بلا شك سوف يغير كثيرا في خارطة التبادل التجاري بين البلدين، وأيضا سوف يؤثر بشكل كبير على معطيات النمو العالمي. هذا سوف يتطلب مزيد، أو آفاق هذا الاتفاق ممكن أن يتمخض عنها إيجابية أكبر، أي مشتريات وتبادل أكبر ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي سوف يكون هناك يعني دخول سلس أكثر لبضائع جديدة، وأيضا سوف يكون هناك تعزيز للجانب الأمريكي كمصدر للسلع للصين. نحن نتحدث عن ما يقارب 200 مليار التي سوف يتم شراءها جديدا من أو إضافية كسلع أمريكية يتم شراءها إلى الصين. هذا بحد ذاته كفيل بأن يقلص العجز في الميزان التجاري ما بين البلدين بشكل كبير جدا، والذي كان تتمتع به كفائض الصين على حساب الولايات المتحدة الأمريكية. 40 إلى 50 مليار زراعية، 80 مليار سلع مصنعة، ووصولا إلى حوالي 50 مليار فيما يتعلق بمنتجات الطاقة. هذا بحد ذاته يضغط أكثر على أن الصين سوف تكون مشتري، وسوف يكون هناك زيادة في التبادل التجاري، لا أن يكون هناك تراجعات أو تقلص في حجم التبادل التجاري ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وبلا شك هذا سوف يكون له رد إيجابي نوعا ما على آفاق النمو في الاقتصاد العالمي، وهذا ما يعني تتفائل به الأسواق حقيقة. نعم، يعني ذكرت فيما يتعلق الخمسين مليار المختصة بالمنتجات، منتجات الطاقة، هو لم يتم تحديد يعني ما هي نوعية هذه المنتجات، لكن قد تكون يعني ربما من منتجات لها علاقة بالغاز الصخري المسع أو النفطي. لنتحدث عن هذا الأمر، كيف ستكون عملية ربما التأثيرات على الواردات التي تستوردها الصين من بقية الدول؟ هل ستخفض أيضا الصين من حصتها من بقية الدول تبعا لهذه الاتفاقية النفطية مع أمريكا برأيك رائد؟ يعني أعتقد ما يحاول الطرف الأمريكي هنا تحقيقه في هذه الاتفاقية أو في هذه المعادلة تحقيق تغييرات حقيقية داخل الاقتصاد الصيني، لفتح المجال أكبر بالنسبة للشركات الأجنبية. أي هذا لا يعني أنه سوف يكون هناك سيادة أكبر للمنتجات الأمريكية بالمقارنة مع باقي الموردين من الدول الأخرى، وإنما سوف يكون هناك سلاسة أكبر لدخول الشركات المنافسة للاقتصاد الصيني. أولا يعني إذا تحدثنا عن تعهد الصين بعدم التغيير بقيمة العملة أو التدخل أو التلاعب بقيمة العملة واستخراجها من أو إخراجها من القائمة المتلاعبين بالعملة، هذا بحد ذاته يعتبر نقطة إيجابية لمزيد من الدخول في الاقتصاد الصيني، ولمزيد من الدخول للشركات الأجنبية لداخل الأسواق الصينية. بالتالي نهى هنا الحديث على أن يكون هناك مزيد من التبادل التجاري مع الصين عالميا، وأن يكون هناك يعني تخفيف من التدخل الحكومة الصينية في دعم الصناعات الصينية بالمقارنة مع الخارجية في الوقت الذي تتبادل فيه مع العديد من الدول في العالم وليس الولايات المتحدة الأمريكية بميزان يفيض لصالحها بشكل كبير. وهذا ما يعتبر يعني في القانون 301 بالقانون التجاري الأمريكي المسمى بأنه الدول المتلاعبة تجاريا، وبالتالي هذا ما تم وصف الصين
وتم خلق هذا القانون تحديدا لتحقيق هذه الاتفاقية، أو ما تم إعلانه كحرب تجارية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية؟ لا أعتقد ذلك سوف يؤثر أكثر على دول أخرى، ولكن سوف يوقف إلى درجة كبيرة التلاعب التجاري أو التدخل الحكومة بشكل مباشر في دعم شركات معينة وتوفير بيئة منافسة أكثر داخل الاقتصاد الصيني، والسماح للمستثمر الأجنبي بالدخول بطريقة أسهل. أشكرك رائد فعلا على كل هذه المعلومات. رائد الخضر، وأنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا لوجودك معنا.